السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناه نسمات جواهر. ان شاء الله غادي نديروا واحد الجوله رائعه في المحل ديال ويصال شويصال اللي كيتواجد بشارع القدس. السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بيا عندكم في قناه نسمات جواهر. عندي البنات في المحل كل ما يتعلق بالمراه، بالشيميز دينوي، بالملابس داخليه، بالبيجاما، بالبلاكيو، بالفولار، بالبرودوي، اي حاجه عجبتكم مرحبا بكم والف مرحبا. تبارك الله عليك. الا بغيتو تجيو عندنا، حنا عندنا في شارع القدس عين الشق حدا لا سينيستيس، كطلعي مع طلعات البنك الشعبي الدوره الاولى على يديك اليمين، غتلقاي شي ويصال جي 36. مرحبا والف مرحبا. الله يخطيك، الله يبارك فيك. محل البنات عندنا مقسم فيه الملابس الداخليه، لي غون تاي، لي تاي صغار، لي تاي كبار، المرضي، النافسه، لي ها انتما كيفما كتشوفوا، حتى لي كان انواع، لي شيميز دنوي الانواع، كلشي كلشي كاين. القطن 100% تركيا اسبانيا، لي بيكيني الانواع والاشكال، خصاتكم اي حاجه مرحبا. بالنسبه للبيجاما عندنا بزاف الموديلات، وعندنا حتى فلاكيور نور ممتاز، موديلات ذهب 100، يعني كيبان لك موديلات ذهب 2022. اييه تبارك الله عليكم، ربي يخليك حبيبه ديالي. غنخليكم مع مروه غادي تعطيكم الاثمنه السيده اللي معايا، تعطيكم اي اكزاكت الاثمنه، ومرحبا بكم عندي. بارك الله فيك، الف مرحبا. بارك الله فيك. سلام اختي مروه، لاباس عليك؟ بخير هانيه؟ لاباس عليكم الحمد لله. بارك الله فيك. الله لا يخطيك. دونك نشوفوا الجديد دابا ولي برومو. الجديد عندنا لي برومو كل 6 ايامات، كاينين هادو دايرين 40 درهم، كاين بالبونج بلا بونج، بونج خفيف اللي كيهز الصدر، كاينين دو بياس دايرين 60 درهم. كاين لا تسمحي لي، دونك غتورينا هادو. هادو شنو قلتي لي؟ كاين بون، هادو بونج الناس اللي ما عندهمش الصدر. اييه هادو الناس ما عندهم، هادو فيهم واحد البونج من تحت، الناس اللي كيكون عندهم الصدر طايح حلو كيهزوا لهم الصدر. ها والثمن تسمحي لي بلي عافاك، 40 درهم بجوج. 40 درهم كلشي، هادشي 40 درهم، ما عدا دو بياس اللي داير، دو بياس داير 60 درهم. 60 درهم، شوفوا معايا شي حاجه واعره، شي حاجه زوينه. والله الا واعرين، شوفوا. اها دونك كتجيب هاد الموديل، شوفي كيفاش كيبان، شي حاجه خطيره. اها دونك هذا فيه هاد فيه النوار حتى هو ياك؟ لا هذا بقى فيه غير جوج بياسات في البلون، في البلون النوار. كاين عندي في هاد الموديل هذا، دونك شوفوا هاد الموديل بحال هكا، هذا حتى هو شحال؟ 60 درهم. كاين هاد الموديلات هادو حاليا راه الله غنجيبو فيهم دابا الموديلات الطايات الكبار، وغنجيبو فيهم الطايات الصغار. دونك هادو راه البونج ما غلاتش بزاف، بونج هادو الناس اللي عندهم صدر وكيبغيو يهزوه شويه، بونج خفيف، بونج ما هو بونج خفيف. هادو 40 درهم، هادو 40 درهم، 40 درهم كلشي، هادشي 40 درهم. شوفوا معايا، الناس اللي ما كيبغوش البونج كاين في الحديده. وما فيهمش البونج، فيهم شويه ديال هكا دونتيل من هنايا. هادو الناس اللي ما كيبغوش البونج. هادو دي غون طاي واقيلا ياك؟ فيهم لي غون طاي، فيهم من 95 حتى ل 120. والثمن ديالهم 40 درهم. 40 درهم دائما 40 درهم. شوفوا معايا موديلات واعرين، شكيلات هكا مختلفين. كاين هادو ديال هادو اولد كام، شي حاجه زوينه ديال الرضاعه، دايرين 100 درهم. 100 درهم هادو بونج، كاينين بالبونج وكاينين بلا بونج. هادو بلا بونج، بلا بونج، هادوك بلا بونج. اها كاين هاد الموديل هذا قطن، شي حاجه زوينه. دونك هادو عاديين؟ هادو قطن، هادو كاين، هادو كيجمعوا لك الصدر ديالك رطبين، الناس اللي عندهم الحساسيه ولا شي حاجه ما كيبغيوش كدير لهم الحكايه. لا تسمحي، الثمن ديال هادو كيبقى 100 درهم. 100 درهم. كاين عاوتاني هاد السوتيام، هادو الناس اللي عندهم الصدر ديالهم منجنب بزاف، يعني كيلبسوا سوتيام نورمال بحال هادو، ولكن كيبقى هادو منجنب. هاد الناس اللي في فئه كبيره من العيالات ما كيلقاوش السوتيام هادو، هادو كيجمعوا لك الصدر كله من الجناب، كيشدوا لك كيجمعوا لك القدام، كيحلوا ويتسدوا من القدام. دونك الهضر ديالهم القدام. والثمن ديالهم 130 درهم. واحد اللعيبه عاوتاني، واحد السوتيام اللي بزاف الناس اللي كيقلبوا عليهم وثمنهم خيالي، يعني في فورماسيون بزاف الحوايج. المهم البنات، هذا الناس اللي عندهم الحساسيه كبيره، او الناس اللي محيدين البزوله، او الناس اللي
يعني دايرين عمليات على صدرهم. إيه. يعني ما كيلبسوش اي سوتيان، ضروري خاصهم سوتيانات صحيه. يعني هادو البنات بثمن جد مناسب باغابوغ في بلاصه اخرى، دايرين اقل حاجه دايرين 400 درهم حتى 1200 درهم. اها. وفيهم جديد يعني باش ديري السيليكون. دونك حبيبه ديالي هادو الثمن ديالهم 130 درهم فقط البنات تركيا، كنقول لكم حمله صدر صحيه هاد. 130 درهم. كاينه سوتيانات تريونف ديال تركيا بلا سلك بلا بونش كيهزو الصدر، هما هادو الثمن ديالهم 120 درهم. 120 درهم. بالنسبه للاكين كاين عندنا اشكال وانواع، كاين هذه اللي كتجمع الفخاد والكريشه، هذه راه 250 درهم. كاينه هذه اللي كتجمع كلشي. اها. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا ما مقادينش لهم الفورمه، هذه تتجمع كلشي. آه يعني بحال كتجمع هكا كتجمع كتجمع الجنيبات وتجمع الفخيدات. آه. وتخلي لك اللور شويه خارج. دونك حتى هي نفس الثمن 250 درهم. كاينه هذه كتجمع الكريش الكرش. هذه كتجمع الفخاد والكرش. هذه تتجمع الكرش، كتجي على شكل كيلوط. آه. الناس اللي كيبغيو يخليو لتحت ديالهم شويه هذو كيبغيو يجمعوا الكرش. كاينين لي سوميج دونوي، شوفوا معايا لي شوميز دونوي هانتوما. كاين انواع واشكال، كاين هذا بالدونتيل. اها. كاين هذا كيجي هكا على هذا الشكل هذا كونتاي في بونش. اه هما ستوندار كلهم ستوندار، كيجيو كيلبسوهم رقاق والغلاط. هذا كيجي كله مفتوح، هذا كيجي كله كيجي واعر في اللبسه، كيجي كله مفتوح. هاو الاسمنه عفاك قولي لي الاسمنه كيبقاو 130 درهم كلهم. كلهم ياه. كاين هذا الدونتيل، هذا راه يجي مع الغلاضات. شوفوا كيف كيجي، كيجي موديل واعر دو بياس بيان سور سترينغ ديالو. دونك شوفوا هذا الموديل كيفاش كيجي. عرفتي هذه تهبطي باش خليها الكسيف ضريب تاعها هكا واعر. اه زوين فيه لوينات، فيه ابيض الغوص كلشي كلهم. كاين هذا تاهو كيجي واعر في اللبسه. دونك لي تيبغي هكذا لي شوميز دو نوي راه عندهم بزاف ديال الشكيلات. شوفوا هذا حتى هو واللوان، كاين اللوينات كاين الكحل كاين الابيض اييه كلشي كاع الالوان كاينين. اها. البوردو الاحمر كاينين. اها. دونك بالنسبه للبيكيني عندنا لي باك، كاين هذا الباك هذا، هاد لي باك تيكونوا زوينين. اه زوينين قطن، حاجه زوينه ديال برا ديالش من تركيا دونيس ولا ريفانش. هادو فيكتوريا ديال اسبانيا. أيه. كتاخدي فيهم 3 ب 50 درهم. 3 ب 50 درهم شي حاجه زوينه. كاين عاوتاني هاد الباك هذا ديال الناس اللي عندهم شويه عزام صغير. اها. كيبغيوش بحال هذيك السنطاق. اها. هذا حتى هو ديال 40 درهم قطن 3 3. اها. كاين هاد الموديل هذا حتى هو شي حاجه زوينه، هذا داير 13 درهم. لي طاي كلشي كاينين ياك. هذا فيه سمول ميديوم ال اكس ال. اها. 13 درهم هادو. هذا راه فيه من الان حتى للطروا اكس ال. اه دونك هذا الطاي الكبار فيه. الطاي الكبار فيه. اه فيه طاي كبار، هذا فيه من الان حتى للطروا اكس ال. دونك هذا اللوينات بطبيعه الحال راه مختلفين. شوفوا معايا اللوينات غزالين، وهذوك الباك تيكونوا مختلفين فيهم سميتو الموديلات مختلفين في هذاك الباك ديال الثلاثه. شوفوا معايا زوينين، وهذا القطن ديالهم واعر، انا راه مجربه بحال هادو. لا لا زوينين، انا مجربه. اييه. كاين عندنا هاد ديباردورات قطن 100%. كاين هذا نسكم. كيبقى دونك الموديل هو هذا اللي كنشوفو ياك. اه هو هذا كلهم. آه. قطن 100%. كاين اللي بغات نسكم، كاين اللي بغات غير سميطه هكا بالدونتيل، كاين اللي بغات الكم، كاين اللي بغات سميطه هكا بلا دونتيل بلا حتى شي حاجه. والاسمنه ديالهم كاين السميطه غليظه. الثمن ديال هادو؟ هادو كيبقى كله ثمنه، كاين هذا 60 درهم. اها. الكم كيبقى ب 75 درهم. نسكم كيبقى ب 70 درهم. 70 درهم. وكاينين هادو الناس اللي ما كيبغاوش قطن 100%، هادو غير 90%. شي حاجه زوينه كيبقى ب 30 درهم. ولكن داخله فيهم ليكرا، هادو اللي ديال 30 داخله فيهم ليكرا. هي 30 درهم هادو. هي دونك بلاتي شوفوا شوفوا الموديلات كيفاش كيكون. دونك فيهم واحد الدونتيل هكا صغيور في الفوق مع ذاك البابيون. زوين نشوف هاد النواغ ديالها حتى هي يا واعر. دونك راه شكيلات مختلفين وكاع لي بيدجي راه تلقاوهم متوفرين في المحل. كاين عندهم حتى البيجامات اشكال وانواع موديلات مختلفه والاسمنه واعره. دونك انتم غادي تشوفوا معنا الشكيلات اللي كاينين. دونك راه عندهم دو بياس وعندهم حتى اون بياس هكا اللي بغيت اللي كيبغي شي حاجه طويله. دونك نشوفوا هذا الموديل هذا. كاين هذا مبرة. اها.
كتجي على هذا الشكل طويله كمان ديالها الناس اللي لابسات اللي باغا تولد. دونك شوفوا كيفاش كتجي طويل كتبغي شي حاجه مستوره. دونك شوفوا كيفاش كيجيو هكا الديتاي ديالها راه فيها اللوينات ولي طاي شحال فيها ستوندار. الثمن كتبقى 130 درهم. 130 درهم فيها البيج دونك ها اللوينات ديالها فيها البلو مارين فيها بلو جين. شوفوا هاد اللوين حتى هو البلو جين ديالها حتى هو وفيها النوار وفيها النوار. دونك زوقتها منها راه كتجي بحال محفره شويه حنينه حنينه كاينه دو بياس طويله بالبينوار نفس الشكل واقيلا لا هذه تقريبا هذه كتجي بحالها من تحت وفوق منها البينوار ديالها دونك كتجي على هذا الشكل هذا. دونك شوفوا معايا هذه كيفاش كتجي الكميم ديالها الكميم ديالها كيجي تيجي فيه واحد الدونتيل هكذا في القدام شويه زوينه حتى هي. واللوينات هذه شنو فيها؟ فيها المرتديله غوز بيبي القصبي يمكن فيها حتى الكري والسومو الكري ما بقاوش. واخا الثمن هذه شحال؟ الثمن ديالها 200 درهم 200 درهم ثمن زوين اييه. من عام ثاني عندنا هذه كتجي على الشكل بياس السروال الفوق ديالو هذه المبرح حنينه حتى هي مقطنه من الداخل كتجي على هذا الشكل السروال ديالها ستوندار شي حاجه ستوندار حتى هي لبسوها حتى كرون طاي. دونك شوفوا راها وافيه ماشي في السروال اييه والسروال ديالها ماشي كولون ياك مطلق اييه. شوفوا راها وافيه فيها اللوينات كاين فيها السومو كاين فيها الكري الستوب ديالها كاين السومو الكري كاين غوز بيبي غوز بيبي كاين الكرونا السومو خفيف كاين بزاف هذه الالوان اييه كاين فيها موديلات بزاف. والثمن الثمن كتبقى 130 130 درهم اذا راها اثمنه جد مناسبه والكاليتي راه شي حاجه غزاله توصيل جميع المدن المغربيه توصيل جميع المدن المغربيه اييه. كاين هاد الموديل شوفوا هاد الموديل حتى هو هادو تما طاي ستاندر لا هادو فيهم لي طاي فيهم لي طاي هادي فيها من سمول حتى الاكس ال ما فين اعرب فيهم انت ما فين تجي قدي انا الاكس ال دونك شوفوا هذا كيفاش كتجي هادي راه الاكس ال اكس ال هادي راه جي ال خذي على صحتك احسب ويصال شادين بك العبار. دونك وهذه الثمن ديالها 130 درهم حتى هي ماشي صوب ماشي دايرين 130 درهم اييه. كاين عاوتاني هذا الموديل هذا موبرا مرايا اها شوفوا هذه خفيفه شويه ياك مرايا راه مطلوقه راه باينه التول ديال تيلعب هذا البقال ديالها شوفوا كيفاش كتجي راه باين التوب راه مطلوق وخفيف غزاله واللوينات اللي فيها شنو كاين فيها هاد الخضيضه وكاين فيها نوار البلو مارين الثمن 130 درهم اذا شوفوا معايا راه اثمنه جد مناسبه كاين هذا الموديل حتى هويا حتى هو مبرا مرايا نفس الثوب غير الزواقه اللي مختلفه دونك هادو تما فيهم لي طاي فيهم لي طاي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال شوفوا معايا اللو ديالها كيفاش كيجي واعر غزال حتى هويا رائعه 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 وهكا شويه طويله راه ما قصيرهش بزاف اللي كيبغي هكذا شوفوا مستوره واحد شويه داكشي شويه هابطه هذه هي 130 درهم 130 درهم وفيها هذاك اللون ها هو بحال المطرد وفيها البلو مارين البلو مارين ديالها ودابا ندوزو للبلاكيور
شوفوا معايا واحد التشكيله رائعه عندهم ديال بلاكيور، موديلات غزالين جابوا. هادو راه يلاه كتحط فيهم دابا. نشوف هاد اللي في ايديك هذا تا هو. مرحبا بكم. بالنسبه للبلاكيور عندنا الجوده العاليه في البلاكيور، شي حاجه اللي مزيانه كتبقى لمده كبيره. كاين الناس اللي بقى لهم بلاكيور ديالنا فوق عامين، المهم الحمد لله هاد الناس. بالنسبه للبلاكيور عندنا البلدي، عندنا الرومي، عندنا البلدي الرومي حتى هو كاين. نشرح لك اجي هنا. كاين عاوتاني البنات حتى المغياج، المغياج عندنا بزاف في الموديلات. عندنا السامبل، عندنا الطروادي، عندنا الطروادي الخفيف، عندنا البنات كيف ما كتشوفوا موديل ديال الذهب بطبيعه الحال هانتوما. عندنا الاكس، عندنا الجلوي، عندنا الطروادي الكبير، عندنا اليوبو البنات، عندنا حتى التوينكات ديالهم، عندنا لي غورميت، عندنا البراسليات حصريا عندنا دابا في القناه ديالنا. هاو دونك شوفوا الموديلات كيف دايرين. عندنا حتى التوينكات ديالهم، حتى التوينكات ديالهم كاين، والاسمنه عفاك ديالهم. بالنسبه لي بوكل كيف ما كتشوفوا لي بوكل ديال لي بول، الثمن ديالهم 50 درهم، الخاتم ديالهم 50 درهم. بالنسبه للبراسلي ديالهم هادو موديلات نيت ديال الذهب كيف ما كتشوفوا، هذا الثمن ديالو 80 درهم. 80 درهم. شوفوا البنات كي داير كيفاش كيجي. عندنا البنات لي غورميت دونك شوفوا الشكيلات، شي حاجه جديده، شي حاجه واعره. عندنا الطروات دي غورميت في شيشه، الموديلات كلهم اكيد ديال الذهب. هذه تماما، هذه تماما راه في المباشر كتبان شي حاجه واعره. شوفوا البنات كيفاش كتجي. كاينه البنانة اول مره نعرف السميه. شكل معروفه السميه ما سو. كاين هاد الموديل، كاين هادو. بالنسبه للاثمنه كل حاجه والثمن ديالها. اها شوفوا هذا حتى هو كيفاش كيجي واعر. والخاتم البنات كيف ما كتشوفوا، كاين الخاتم العامر ديال كيف ما كتشوفوا يا كبير، كيجي كارتي، كيجي صفر ابيض. شفتوا الثمن ديالو 80 درهم، في حتى طاي كبيره. كاين عاوتاني هذا المارياج، ها هو كيجي بحال هكا، كيجي ملتوي على الايد. زوين. كاين عاوتاني الخاتم ديال الطروادي، شوفوا معايا هذا عامرة. هذا كيجي غزال غزال غزال، كيتقاد كنعاودو نجيبوه. راه كيبانو عرفتي بحال الذهب، راه ما تفرقيش بيناتهم، كيبان واعر واعر واعر. دابا غادي نمشيو لي بوكل الحبيبات ديالي ديال الفروج كيف ما كتشوفوا، بلديين روميين هانتوما ديال الفروج كيما كتشوفوا البولة الخضراء. وكاين عاوتاني هذا الموديل، نتمنى يكون كيبان لكم. عرفتي مع الاضاءه شويه كنحاول باش نتوما. وبالنسبه للسلسله حتى هي كاينه، شوفوا السنيسله شي حاجه واعره. كتحلو تصد من القدام، موديل جديد. اتمنى طبيعه الحال دائما تجد مناسبه. عندنا البنات حتى يضغطي هذا في القناة أفضل بينهم لينا الناس. شوفوا هذا الموديل حتى هو، هذا ديال قلوه الكبير، الخاتم والكورمات. تعمل جد مناسب. شحال؟ 50 50. 50 في 50 تبارك الله، والله إلا أثمنة غزالة. جي لبسي وتزيزي ليا مع راسك، مرحبا وألف مرحبا. لا يخطيك. مرحبا بالمتتبعات الغاليات ديال نسمات الجواهر. جواهر ماشي الجواهر، نسمات جواهر. والمهم سكرتا. ديال الغادكو،
كيف ما كتشوفوا غورمي ديال راتكو، كتجي رقيقه وغدا كتغلط في الوسط. ماشي، نحاول نبينها مزيان. بطبيعه الحال الواقع كيبان احسن من الفيديو. داكشي دابا غادي نمشيو البراسلي هادو، راه كما كاين حصريا عندي. شوفوا بكم هذا كيجي دق ديال الذهب، شفتوا مع البراسلي ديالو كيتحل ويتسد في السداد بحال موضي ديال الذهب. دابا الثمن ديالهم 100 درهم. 100 درهم. دابا نمشيو للبراسلي ديال الكلو كيف ما كتشوفوا، او ديال المسمار. هذا البنات كيجي من هنا مدقوق الدق ديال الذهب بطبيعه الحال مع الحجر بالقاتم ديالو. براسلي الثمن ديالهم 100 درهم. 100 درهم. اشنو بجوج؟ بجوجهم 100 درهم. كيمشيو باك بجوج، باك هي الثمن 100 درهم. كاين عاوتاني هذا اللي كيجي اونصومبل، كيجي خطير البنات. هاهو شوفوا شوفوا كيفاش كيجي. شوفوا هذا الموديل بالخاتم ديالو بطبيعه الحال فيهم ليطاي. هاهو الثمن ديالهم 100 درهم. 100 درهم. شوفوا معايا يعني اونصومبل 800 درهم، والشكل ديالو واعر. اخر ما كاين براسلي غليل دو فاس كيجي كلو. كيجي بحال الا لابسه جوج لابسه كارتي وكارتي، يعني بحال ثلاثه البراسلي. مرحبا بك. كتشوفوا كيجي غزال كيحمق. وعندنا لي غورميت، عندنا اجي تشوفي هنا كاين لي غورميت الانواع والاشكال دايرينهم 50 درهم، ابتداء من 50 درهم، اكثر هي 50 درهم. شوفوا معايا شحال دايرين. دونك شوفوا الموديلات اللي كاينين، شي حاجه غزاله والاثمنه راها جد مناسبه. ان شاء الله تجيو المحل وتشوفوا داكشي على المباشر، ان شاء الله راه غادي يعجبكم. بطبيعه الحال عندهم حتى لي شال لي فولار، اثمنه كتكون جد مناسبه. عندهم هكذا دي كريم اللي كيبغي سبيرولين حتى هي راها متوفره في المحل. دي شامبوان عندهم، اللي كيبغي المنتوجات ديال هكا بالايا راه حتى هي عندهم. لي بارفان حتى هما راه متوفرين باثمنه جد مناسبه. نتمنى انكم تزوروا المحل ان شاء الله، وراه غادي يعجبكم هاد المنتوجات اللي عندهم. يعني كيف كتشوفوا راه جد متنوع، اللي بغيتوها تتلقاوها متوفره فيه. نشكر الاخت وصال والاخت مروه، بارك الله فيك لاله، الله يخطيك. شكرا اختي وصال. مرحبا حبيبات ديالي، خصاتكم اي حاجه مرحبا، محلكم هذا. ومرحبا بالمتتبعات ديال النسمات الجواهر، خصاتكم اي حاجه اي حاجه بغيتوها تكتبوا في التعليق ونشوفوها. بارك الله فيك، المعرفه ديالك الله يخطيك. مرحبا بك، بارك الله فيك. اول مره واخر مره جي، مرحبا بك ان شاء الله. اي وقت يكون جديد جي عندي ان شاء الله، في مكان الجديد احنا عندك كاملين نديروا الهجوم. مرحبا الله يخطيك، بارك الله فيك. اي حاجه مرحبا، بارك الله فيك، الله يخطيك. كنشكركم على حسن المتابعه، نتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوناش من التعاليق لي لايك والبارطاج باش يوصل لاكبر عدد من الناس. كنشكركم بزاف، دمتم في امان الله، والسلام عليكم.